بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سكير عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل الدرس الذي بدأنا في الحصة الفارطة، ووصلنا إلى غاية الويب فيو، وثم نكمل مع الليست فيو إن شاء الله في هذا الدرس. قبل ذلك نكمل في الويب فيو، حيث وصلنا إلى أن كيفية عمل سكرين شوت، وقلنا أن هناك مكون يسمح لك بأخذ صورة على الجهاز أو الصفحة الحالية للجهاز، واسمه exam plugin screenshot، وهذا يسمح لك بأخذ صورة مباشرة من الجهاز مثل ما نعمل بزر بالأزرار الموبايل لأخذ الصورة، ثم نقوم بإرسالها بالميل أو حفظها على الجهاز. إذن هكذا نقوم بعمل فاتورة، أي أخذ صورة من بعد ما صنع الفاتورة على عفوا بعد ما صنع الفاتورة على الجهاز، نعمل لها صورة ونحفظها في الجهاز أو نرسلها بالبريد. لكن صورة ليست جيدة، من الأحسن PDF. والحل الوحيد هو الذي وجدته، أننا وجدنا مكون يقوم بتحويل HTML page إلى PDF page، ولذلك أخذت الويب فيو أو الويب بروزر، والويب فيو يفتح صفحة HTML بعد طبعا بعد تحضيرها، إحضار جميع البيانات الموجودة في قاعدة البيانات، رسم الجدول، حساب كل الكالكول أو حساب الأجر ومختلف الأمور التي يجب حسابها، عرض في الشاشة الفاتورة أو كشف الأجر، ثم عند النقر على زر داونلود هنا يقوم بعملية تحويل هذا الأشيمال الذي وضعناه في نفس الوقت يعرض على الشاشة، وفي نفس الوقت هو خاصية، لأن كما تلاحظون أني عملت بايندينج في هنا ديتاي، في الديتاي كما تلاحظون هنا بايندينج، عملت بايندينج مع خاصية اسمها HTML. ونذهب إلى الفيو موديل في الديتاي، في الديتاي هناك خاصية كما تلاحظون اسمها HTML، وفي HTML في كرييت في الكونستركتور الخاص بالفيو موديل الخاص بهذه الصفحة، أقوم ب هنا عملت كونستون، عملت HTML فقط اون سترين، لكن من المفروض أني أحضر البيانات ومن قاعدة البيانات ثم أعمل تمبليت، أحضر هنا لابد أن وجود تمبليت HTML تمبليت لعدم تكرار أو وضع الستيلينج هنا في الصفحة سيموش أو غير لائق، لابد من عمل HTML تمبليت هنا، ملف تمبليت، وندخل إلى الملف، نحضر الكونتنت الخاص بهذا الملف، نضيف له عن طريق replace لكل for example إذا أردنا إضافة name first name last name، نعمل replace ل first name last name for example، نضيف دياز first name، وبعد ذلك نعمل replace لدياز first name بمحتوى الفيرست نيم الذي يأتي من قاعدة البيانات إلى آخره. المهم عملية replace لسترينج الموجود في ملف template بالخصائص أو بالقيم الموجودة في قاعدة البيانات، ثم بعد ذلك إرسالها إلى HTML. إذا أرسلناها إلى الخاصية HTML بطبيعة الحال يعمل هنا property change، أي يعرضها على صفحة، وبعد ذلك عند النقر على download الزر upload، هو داونلود أوبلود، نعم هو داونلود، هنا خطأ سأصحح إن شاء الله. عند النقل على داونلود الخاصية هنا كما تلاحظون اي كوموند بايندينج مع اي كوموند ينفذ هذه الميثود، وهذه الميثود سترسل ميل، وتعلمنا كيفية إرسال ميل وإرسال اس ام اس وفعل نبال تليفونيك عن طريق الإكزامب بلوجين مساجري أو مساجينج، وهذه الخاصية هنا لإرسال إيميل، وهنا خاصية اسمها body as HTML لإرسال HTML في صفحة الميل، هناك body لوحدها خاصية اسمها body، هناك body لوحدها، وهناك body as HTML تسمح لنا بإرسال شكل HTML، أي نعطيه HTML وهو يعرض على الميل، ليس كود HTML بل ناتج HTML مثل ما يفعله الويب بروزر. إذا هنا سنرسل HTML في حد ذاته، وهناك أيضا مكون كما قلت أنه يحول لي HTML إلى صفحة PDF، ثم أعمل attach
ما علي إلا إضافة أتاش هنا، أتاش فايل، ويطلب مني مسار الملف كما تلاحظون، مسار الملف والخصائص تيب اللي هو بي دي اف. إذا لابد من عمل أتاش فايل، والمكون هو لحد الآن لم أجد مكون مجاني، وجدت مكون يمكنكم إيجاده، اسمه HTML to PDF. HTML to PDF هو أكيد وجود HTML to PDF أكيد، يعني بما أن هناك مكون شارور أكيد هناك فريوير، لكن وجدت أيضا في الناتيف أندرويد وجدت طريقة وميثود تسمح لي بإرسال تحويل HTML إلى PDF، لكن هو آخر حل بعد المكون. إذا لم أجد مكون سأعمل على الناتيف HTML to PDF examine false. هذا مكون موجود في هذه الشركة وهو غير مجاني بطبيعة الحال. وأيضا هناك ثلاثة أو أربعة اللي وجدتهم. المهم هناك مكونات، لأن الفكرة لحد الآن هي مكون يحول HTML إلى PDF، وهذا أكيد سنجده إن شاء الله. آخر شيء هو نعمل برينت عن طريق خاصية البرينت الموجودة في الأندرويد. المهم هذا أكملنا على الويب فيو، وإن شاء الله عندما أكمل سأخبركم إن شاء الله بجديد البرينت أو تحويل HTML إلى، سنعمل عليها درس إن شاء الله HTML to PDF. الآن إلى الدرس أو الفكرة القادمة، وهي عملية ليست فيو. وجدت كثير من الأسئلة كيفية، مثلا هناك في منتدى أو في صفحتي على الفيسبوك، هل هو في هذه الصفحة إكزام؟ هذا السؤال الذي طرحته عن تحويل البي دي اف، وليس هنا، ربما في إيجيبت. أوكي، في هذه الصفحة أظن أن أحد الأشخاص أرسل، المهم لست أدري، أنا وجدت سؤال وكثير من الأسئلة طلبوا مني مساعدتهم في كيفية دمج سطرين أو ثلاثة في سطر واحد في الليست فيو. هو ليس دمج في الحقيقة، هما ثلاث أسطر موجودين في جدول وبهم خاصية parent، أي مربوطين بخاصية موجودة في جدول آخر، لذلك هي تعتبر ماستر دي تايب بيج وليست الا وضع اسطر في او عمل جريد او ستاك لي اوت ووضع البيانات لدو، لاننا لا نستطيع عمل ليست فيو في وسط ليست فيو، لا نستطيع عمل ذلك، لذلك سنعمل ليست فيو في شكل جروبينج في شكل ماستر دي تايب. كيف يتم ذلك؟ اول شيء مثلا هنا قمت بها في مرتين في الكود، في ريبورت ليست وفي سلاري ليست، وهذه الليست فيو. اذا هنا خاصيه اسمها is grouping enabled، اولا تفعيل هذه الخاصيه، بعدها نذهب الى header template، نضيف ليست فيو grouping header template هنا. هذا سيسمح لي بوضع مثل الصورة التي وضعتها هنا، اللون الأزرق هنا فاتح، أي الجروبينج أي التيتل الموجود فيه البارنت،
هذا عن الهيدر. هنا الهيدر أضع فيه كما قلت البايندينج مع الجروب. سنعرف ما هو الجروب كي، وكما تعلمون هنا الايتم البايندينج مع الايتم. سنرى هذا ما هو وهذا ما هو، لكن نكمل ايتم تمبليت. هنا نضع فيه الطابل او الجدول الثاني الذي هو يعتبر فيس، هنا الاب وهنا الابن، ونعمل بايندينج كما تعرف هنا بايندينج مع الخصائص الموجودة في الابن. هذا للمنيو فقط. اذا في الايتم تمبليت نضع الجدول ديتاي، وفي الهيدر نضع فيه البارنت. الان ما هي الفيرست نيم؟ هنا الجروب كي، ما هو الجروب كي، ما هي هذه؟ وهنا هذا عبارة عن بايندينج، اذا هي موجودة في الفيو موديل. نذهب الى الفيو موديل، هنا الفيو موديل، هنا سالاري ليست، نذهب الى سالاري ليست. الخاصية الاولى كما تلاحظون هنا انني هي عبارة عن ليست observable collection، وهي ليست من نوع grouping، وهذه كلاس، كلاس اللي ارسلت لها بارامتر 2 هنا، الفيام الخاص بالبارنت والفيام الخاص بالديتاي. اذا هنا البارنت والديتاي في شكل كي ايتم، في شكل ديكشنري مرسل الى الجروبينج، هذه كلاس وهي عن ليست. اذا ليست هي ليست لي مثل ما نقول ليست لديكشنري. اذا نذهب الى الجروبينج، ما هي؟ هي عبارة عن كلاس فيها كي و value او item مثل الديكشنري، وقلت له اسم الكلي هو عبارة عن جروب كي. ثم اعمل في الكونستركتور هنا لهذه الكلاس اعمل for each، حيث اعطي هنا الكي ارسله الى الخاصية جروب كي، واعمل for each لكل الايتم التي ارسلتها الى الايتم، واملأ الايتم الخاص بالكلاس دو باز اللي هي اين هي هذه الايتم دو باز اللي هو هنا موجود في الاوبجكت موديل. هي هذه لا داعي لفهمها، هي كلاس نكتبها كما فقط كلاس في هذا الشكل. اوكي، وبعدها بعد ان انشأت الكلاس هذه و بها هذا شكل البارونت وقلنا الديتاي في الكونستركتور الخاص بالفيو موديل الخاص بيا، اول شيء عملته انشات اوبجكت اتصال مع قاعده بيانات، احضرت المعلومات من جدول البيبي ليست، وانشات اوبجكت للبيبي باز فيه الاي دي وفيرست نيم لاست نيم، ملأت هذه الخاصيه اللي هي اوبجكت بالخصائص هذه، ملأت الاوبجكت الاول اللي هو لياخذ مرتبة الاب اللي هي في الصورة اللون الازرق. اذا هنا اعرض فقط first name، لكن بعدين ساضيف first name last name وبعض الخصائص. ثم اعمل بوكل للفيس، كما تلاحظون ان تغيرت القاعدة هنا select all الموجودة في جدول البيبي، وهنا select select all by baby id. اذا هنا baby id اعطيه id الاب، ويعطيني هو كل السلاري الخاصة بهذا البيبي. ثم اعمل بوكل، هنا اعمل بوكل بطبيعة الحال، لكن هنا اضفت فقط خصائص يدوية، لابد اعمل بوكل هنا ووضع خاصية هذه، نضيف add 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 للايتم. نتحصل في الأخير على هذا جروب. جروب الواحد هو عبارة عن سطر أزرق مع هنا السطر الأزرق مع 1 2 3 4 5 سجلات هنا، هذا موجود في الجروب. قلت له الجروب هذا عبارة عن new
جروبينج من نوع هذا والنوع هذا، أعطيت له الباروند اللي هو ملأته بهذا السطر هذا، وأعطيت له الايتم اللي هو تم ملؤه بهذه الأسطر، وأعمل جروبينج أضيفهم إلى الليست الخاصة بي وهي هنا. هذه هي أوبجكت هذه الخاصية التي هي سأعمل عليها بايندينج في الأخير. إذا هنا ملأت كل الجروب، ملأتهم واحد تلو الآخر في هذه الليست، وكل جروب يحتوي على ليست من الايتم. نذهب إلى الفيو، هنا عملت ايتم سورس وربطته بجميع الجروب الموجودة في الأوبجكت الخاصية، هذه الخاصية في سليب. ثم نرجع إلى ليست، هذا البايندينج. ثم البايندينج الآخر هو البايندينج الأول هو بالإيتم، ثم البايندينج الثاني هو first name group k first name. إذا وصلت إلى البارنت الأول عن طريق group k، ليس الإيتم لكن group a لأنني في الهيدر، ثم first name. كما تعلمون أن في الأوبجكت الأول هناك موجود first name خاصية و last name خاصية موجودة في الهيدر. ثم نذهب إلى الإيتم، وهنا month خاصية month موجودة في الإيتم. لو ذهبنا إلى الإيتم هنا كما تلاحظون هنا month عبارة عن تاريخ، نفس التاريخ كررته، هذا مجرد تجريب فقط، لكن بعدين سأعمل for each من جدول البيانات وأحضر كل بيانات من قاعدة البيانات. هذا عن list view، أظن أنها واضحة. هنا في الايتم تمبليت نعمل الايتم الجدول الذي به الجدول الابن الذي هو مربوط بالاب، والاب هو هنا في، وهنا نعمل بايندينج للخصائص الموجودة في جدول الاب، وهنا بايندينج للايتم الخصائص الموجودة في الابن، ولا ننسى أنهم في الاثنين مجروبين أو مجملين في جروب، في قائمة جروب. كل اب مع أبنائه يعتبر جروب، وكل هكذا واحد اثنان ثلاثة، وكلهم موجودين في هذه الخاصية التي هي مربوطة أو عاملين عليها binding مع item source. أتمنى أن يكون هذا الدرس واضح، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.